زين الحين شو الحين حالة البحث مصري، بس اقول لك انا بايب سويل يا اخي، كيف ترتيب؟ عشان يلا ما في مال سويل العود، شو اسمه هذا؟ لحظة، مال سويل، بس لحظة عندنا مشكلة ثانية، ترانزستور. البيس ما قام يعبي كهرباء. ميديوم سولار، شو يباله؟ كوبر كوبر كوبر. عندنا اه كوبر صح؟ ذهب. ميتال ريسورس، ليثيوم، ها سي تايم شو لازمه. كوبر وين؟ هذا كوبر. نزل سوان لي برو. اشكرك الصراحة. يا اخي شو رايك في المتابعين مالي؟ يا اخي حلوين يا اخي، فين يا اخي؟ والله تقليه يمدحوني يا اخي. بصوا، صح. اشكرك الصراحة على حسن تعاونك. اللي يتابع الحين لازم يعرف انك جاي، انت تساعدني، عرفت؟ نصري شو اسمه كان؟ خلا مرة ثانية، مال اللي يشيل اسمه سامبل سويل، تنستر نسترها في البرسمن. الشنطة. ما اسوي واحد اكبر، ما أتوقع. بس مش الا متد ريسورس تراها في النهاية تاخذ كمية سويل معينة. للعبي هاي شو يبالي؟ يبالي بس نسوي اثنين ثلاثة، نحطيه على المسدس ونحن نغامر لين نسوي، بس تعرف بس ايه بالضبط. بس الحين انا قاعد اسوي بس على اساس اني وايد ياخذ، والله مو شوي ترى، اظني وايد دورس يعني لا. يس يسل السوي، لا تشوف وش كثر، اشوف السوي الواحد كم حبة بيطلع لنا، عرفت؟ الحين استوى جرين يعني تعبه. انزين بني على السملطر، سملطر زين، الركبة مش سملتر، سوري، هذا هذا زين. والحين شو نسوي؟ شوف اكستراكت فوق ريسورس مثلا، خلي يطلع لنا كومباوند زين. شوف فضة، كم واحدة بيطلع لنا؟ اين اتوقع؟ لأن الحين نحن نحتاج شو؟ شوف تحت يا ريان، بس اثنين؟ انا ابغى اجرب شيء ثاني الحين، احب احط هذا على المسدس. حلو، وين الثاني؟ كان عندنا اثنين ثلاث من هذا، ما ادري وين راح يا ريت. بنسوي شو شو يبغى؟ ليش يبغى له ريزن صح؟ ناخذ ريزن، هات ريزن بسوي. انت سوي حق عمرك. ايش اسمه؟ ما عندنا رزن وايد. شوف العادي ترى بنسوي طاف اذا ممكن. زين بنحط رزن، لا شيء شيء لا برايا. الحين سويت انا ثلاثة حطيتها في القرن. حلو، وبنسوي انا بعد عندي ثلاثة، بني خلي هالكمبوند هذا ينعقه هني برايا بدل ما نسوي زحمة على الجهاز. زين، وبنسوي ميديوم ستورج بنحطي عليه على اساس يوم منين نحطي اول شيء وين هذا السولار جهاز الثاني، خلينا نحطي على الفيهيكل بي. زين كم عندنا ريسيرش بوينت؟ 6000 وصلنا. لا بسوي ميديوم باتري يا اخي لازم، عرفت؟ ايه واضح. يا اخي خلي اسوي ريسيرش سنتر ثاني، وات ذا فك يا اخي. ريسيرش سنتر يبغاله تو كومباوند، هذا كومباوند الثاني موجود.
يا حبيبي يا حبيبي وين طاح؟ طاح اخر الدنيا. انزين نشوف هيك البي ولا هذا ولا ميديم برنتر سملتر لا منرال اكستراكتر لا ريسيرش شامبر هذا خلنا نعطي ريسيرش شامبر ثاني عسى بنحط اثنين اثنين يا اخي ولا اسمه ما بخلص ولا ايش رايك؟ نحن لازم نشوف الكي بايندينج مال نبني الارض تي ما ينفع يا اخي شوف هو مقلتش كان شوف الحين ايش تي تبني؟ اي الت الت دق الت اي هذا شوف شو تبغاني ابني هذا يعني ما يستوي انا مو روم اكس ايه بس شوفني قدام شوي بنيت عادي ما يستوي كل مكان شوف بس لازم تشل عشان لازم سويل التيب عشان تبني ايه هذا هو ها سويل اوريدي احنا بنلغم الحين صح؟ زين ريسيرت شامبر الحين يبالي بعد اثنين كومباوند حق لارج تيبل في عنا مش لارج تيبل في عنا اللي عقبه الحين تعرف شو؟ لحظة هذا بلعب قلت مرمى بدل على الميديوم سولر ليش؟ بلاش السالفة مرمى دكرك شيء what the fuck اوكي دقيت قلت مرمى تدك شيء what the fuck رد قلت يشتغل ميديوم ستورج زين انا متأكد سويت ستورج حق اوكي هني 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 لارج بلاتفورم ثاني لحظة هني كان لارج بلاتفورم سي يبغى اثنين الومنيوم خلنا نشوف كيف شكله يلا وين الومنيوم هذا كبر هذا اوكي والثاني وين اعطني بشله ولا اوكي حطه في غيره ثاني حط لي اياه تحت لو سمحت لا ما شيء غيره ما شيء لا شيء هذا شيء حلو وايد حلو لا تفوت روسي برنت خلنا نشوف هذا كم سامان يشل المفروض انه عود عرف خربيته مكبره شوفه لول طر طر هذا وين احطيه الحين هذا هذا احطيه هنا هني شكله مكان رومانسي انفوك اوه ابو كلبو لا ها زين ها كيف نغير وضعيته؟ اظن ما ينزل لنا هذيلا يا ريال اظن هو بشكله شي اظني ذمتك؟ بس فنانة كم سمان يشيل هذا بلاوي هذا ما ينفع نحط فيه هذا هذا المفروض نحط فيه شيء نفس السملتر ولا شيء ونحط عليه ريسورس تعرف بس فنان هذا بعد هنا اكزامن نبغى 6000 صح ما في شو اي واحد كنا نطلع منه الالمنيوم نحن اي ريسورس اللي شي نفس هذا 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 مش ليثيوم بس مو بهذا هذا ليثيوم ليثيوم بس صغير مش هذا هو انا من يعني قريب شكله شي ما عنده ما عنده منه خلينا نصير نيب شو رايك؟ ولا نتري العصف الطف احسن؟ يلا اوكي ترى الجو قلبك تعال قم نسير يلا سوق سوق انت سوق انا قاعد اشرب وهذا واكل كافي سير هي ها ما يستوي خليني انزل اشوف لك شكله ما يستوي تصدق جرب حرك
يفصل. في شيء غلط فيه. أظني وصلنا ليمت 3 ليمت. ارجع عليه شوي. لحظة بس بس. الله. وين البلاج؟ ما هو شيء لكلك يا ريال. ما يشبك ليش؟ رد ريال سبت ترون. شوي سيدة. عادي هذا ما يضر واحد زيادة موجود يعني خلاص يعني. مش من قوة الريسيرش اللي شلة يعني. اوكي اوكي. زين. اوكي انشبك الحين اسحب. لا استوى. اوكي شكلنا انشبكنا وايد ووقفنا غلط تي. يلا نسير. شوف سواكت انت كيف الحين. فنان شكله. كل واحد فيه بتري ماله فيه كل شيء يرى فنان. الحين عندي تترز انا بعد. انا بنزل كف بوقفه برا. بنتفاهم مع الوضع عرف. بس يبغانا ستورج الريسورس هذا يكفينا؟ هي يكفي. نحن اهم شيء عندنا ريسيرش الحين. بس شو سوى وقتها عثره؟ شو هذا؟ هذا كف. اوريدي عندنا تترزيني داخل، بس هذا فتشناه كامل؟ الاغلب اذا حاطين تترز. شيوخ. شوي في حصه عرفت؟ اوكي. ما في عزم يا ريال. هاي سيميليشن جيم ما اشوف. لا حصه يا ريال. معمر معمر. دبر عمرك شوي. هاي اصطال عشير اذا فيها ريسيرش. هذا فيه. دقيقة. الحين بقوم. ما في غيره بس واحد؟ ايه بس واحد. فنان يوم التيت يا اخي. بننزل كهف شكله. هالمركبة الفضائية ما صرنا تصير بركان التحد. يلا تعال اقول لك في كومباوند هنا قدام. وين؟ انت قاعد تكرسي دريول. اركب اركب عادي. بجد بجد معنا بس اركب تعال. في شغلات تمبرري بوقفها تحت بسير السفينة بوصل تتر للزين فوق بشلهن وحن نازلين. اوكي. ما له داعي نخسر كومبوند الدنيا كلها على شيء نفس هذا. افا. بس اسمي سويل قاعد ينترس عندي. ما السويل بروحه بي ما عليك. خلي واقف هنا تعال تعال. يلا شيء مش وحده. سنتين خلي اسوي تتر زياده. ايه صوب عادي يعني. عندنا ريسورس فشو؟ خلنا احنا نرتاح عرفت؟ ايه وش اللي لعنا مسائل هي؟ مسائل الدرب شوي بتشوف الرزم من هنا انا والمنيا وكبر. ايه
شبت يا بندخل بندخل داخل. ما بنقعد نحفر حوله كامل وها ونعقه و... طف بنحفر اوكي. درب. ايوه هذا لول كم شتر عقيتها؟ في شيء ما في تايتانيوم. ما اوه تايتانيوم مسواي ولا مش مسواي؟ ايه مسواي ما ينفع نبع عادي يا اخي. كرسي ما نبغى خليه اللي سهل تسويها. على الاغلب على الاغلب يعني انه مش مسواي لان شكله شيء شكله مش مسواي عرفت. لحظة خلنا نشوف على ظهرك وينه مو مبين من اللي وين. فوق على اليسار تيتانيوم ما بتشوف بنستكشف هناك. يلا خلنا نروح. ثاني هاك بطلته ولا؟ لا لا بعدني وياك. انا ياس اشيل السمونة هني والله تتر زمونة مع اني احس انه انا الحين هذا شكلنا يبغون نحفر له. يلا اوه هني درب حلو شكله. ما في شيء هني مرة مدخل تحت حفرت له. خلنا نسير له. من هذا؟ من أنت يا صديقي؟ حتى من تحت شو؟ ما في شيء فوق. آه تحت الصوب الثاني. تيتانيوم وايد مهم بسوي سلندرات بسوي دنيا ورا. لان سلندرات ونحن وايد نتلعوز وايد وايد يعني نص وقتنا ضايع من الاكسجين ترى. عمك؟ والله نحن كم مرة نرجع بس عشان الاكسجين؟ كل مرة. هذا وصل. طيب. آه حفرت تحتي. وذا فك. والله وصلت التثر هنا. شو هذا تيتانيوم شكلها؟ في كرسي في ريسورس اللي تشوف. نحن مزحمين بعض على الفاضي. تيتانيوم ايه تيتانيوم والمنيوم هي مكتوب عليه انه اور كومباوند رير ميتال ريسورس. اظني هذا اور. شلينا كل شيء خلينا كل شيء. خليني اروح اقول لك متعايز انا على شلات ترى اللي تحت ما شليته نسيت برايك. خلنا بنصير كهف شيء الحين. اي بنحتاج ماي له بنحتاجهم ما له داعي نخسر كل كبوت في الدنيا مالنا. ما له داعي حتى ترى هذا عليك بسبب كل شوي يسوي تتر. ليش السامون هذا هناك زحلك لين تحت. هذا ستاك كامل استوى تتر. اوكي سامان ننزل السامان الزايد. والله وايد حلو السور شو عود توقف عندنا يا ريال. ايه كم في تانية منا؟ التترس هذا ليش حقيته مداخل؟ لحظة تعال يلا سرينا. اقول لك اول شيء شو رايك نسير ندور ريسيرش بس زين. تعال سوق عندك سكان. بنسير كهف بنجيب ريسيرش فول سبون. قلتش عندي شفت دبليو هالشيء. خلنا ننزل لحظه الحين سوق. الحين سوق روح فصل اخر موتر فصل. انا بركب بشوك خليك. ما طحت على اني
بعد شوي بعد شوي شوي لو ردي جس كمل دربك. ايه شغل قالوسه ها شغل ثقيل. ايه يا لا بعد بس اشوف مطايا يشبك ارجع. اوكي شبك يلا تعال يلا سير دورنا كيف سير ندير. واذا في رسالة شو الدربع بنشله بس فنان باور سورس اكثر ما نبغى وايد بعد هذا وكيف. لا ندخل في السيارة لا هذا دخلت ما تعرف تطلع فيها خله واقف هني ندخل شي يطلع الخطار هذا من داخل يا غير صح. ايوه شكله مكان خطير. أيوة. هذا قلت لك مكان خطير حفر هذا سوي لنا شارع اول شيء حق رده. شو درب الردة هنا صعب تسوي يا ريال السالفة يكفي روح درب الردة. لا بعده اي بكلها حق درب الردة. شوف ترم تركب مهني لا مو ترم انا ارتب الدرب. شوف كيك الحين في درب اظني في درب ايه شبه درب بعد مش درب بعده يارون نرجع. اوكي زين وين نسير يمين يلا خيبة في مليون واحد من الغاز لحظة هل نذبحه كيرا غاز هل طويل هذا خفيف غازه طاف شي تعرف ما في ريسيرس تحته. ها هي فيه قلت لك فيه اكيد نايست. بتودي فوق ولا ودي عادي خله هني في الرده خله بس ادري في الرده هني ريسيرس خلي اشيل منه من هناك في مال الغاز الاسبوع الخايس حتى يهوتش اقول لك هني حاسبه بحاول اذبحهم سريع. اوكي خيبة غاز مالها ريس كامل يعني. البارحة الجوك مال ببجي وين كان جوك مال عمال دينا هاي الزينات هاي خلصت تتر هو عادي في رسالتين يا سحفر تحته اساس رومو شله بصير عق عند هذاك. اوكي اوكي اي صار هاي الشير اظن بعد تحت انه يمكن حصل ترى ولا لا ما في تحت الشير ما في شيء هذا شوف في رزن فوق بس رزن ما نبغى صح حصلت هذا ما ادري ايش هذا تحت رزن حاسب غازه لقيت لي غازه ما عليه بس لانه هاي تحت ريسيرس على الاغلب ما في شيء هنا ما في شيء تحت الوسخ نكمل شيء اشوف السوي درب هناك سيده سوي الفول عندي ها تبغى اني اطالع انا في حتى هنا حد هنا في شيء درب ترى مكان عود ترى في ماتيريالز يعني في هنا موريس اوه تعال شوف حصلت المنيوم ايوه حلو بس شل انت انا وشل الاخضر اوكي احسن وايد احسن اذا حصلت كمبون شل انا بسوي تترس بنخيط تترز البقعة ولا بنشلهن بعد عسى بنعرف الكهف هذا مقيمينه. أيه. اقول لك انا وايد حفرت تحتك ترى حاسبه والله
لا لازم اسوي ورك لايت، ما ينفع الوضع. خلي يصير اخذ الاكس اكسجين. لا تنسى تاخذ اكسجين. لحظه الورك لايت شو يبوله؟ يبوله كبر جاهز اخي. عنا لا جاهز. لازم اسوي له فورجري. عنا سوي ورك لايت. عنا اثنين صح؟ شوف بنشل الريسيرش الحين، بنشل الريسيرش فوق وبنشل شل الكبر من هناك. عندك اثنين يعني؟ تعال اظن شيء هو مالي. بنشل الريسيرش انا شوي بفول يعني تدري؟ انا باقي ثلاثة اماكن. كان واحد باقي. يبان لنا ستورج ثاني نصور. حق المعادن. بعد مبالغ. شوف الدرب مو بعدل صح؟ انا بعد يلا الحين بعد ولا بعد اسمي درب وسخ صح. بس بحطها بيب الثاني. انت سوي لنا شو اسمه ورك لايت. اقول لك فصل الاكسجين رد ركبه. فصل شوفه وين راح هذا وين راح. دش تحت الموتر تدري. ها ركبته. الريسيرش ولا شو بس هذا بعد عدلت. لحظة كبر وين عندنا اثنين. كم ورك لايت ترى مسوي؟ لحظة ورك لايت انا مسوي بعد مسوي اثنين صحيح. واحد حتى واحد يكفي يا ريال. ايه اسوي اثنين نايس. واحد انا وراك وواحد انت. يود هذا حقك جبته. اح حبيبي السوان اللي عندي حط ايده في هذا عقيت الريسيرش ورا بس يريب سيريب بس ريسيرش بعد جاي. جبت واحد عندك فوق عقيته وبي واحد ثاني. نختصر الوقت يا اخي. حركة النملة يعني. حركة النملة ايه. شو قالت النملة دي 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 ما يخصه. زين حطيت ذاك الموتر؟ ايه يلا عطني ليت. يا ود فكرك ركبته انت ها؟ اي خلص كفو. خلينا نشوف اللايتنج كيف الحين. والله حلو شكله تصدق؟ اوه منور المكان ها؟ ايه هو ذا الكلام. عاوزين نعمرهم عندنا كلها ريسورس ليش؟ هذا كومباوند فوق شوفه هني هني. انا بسوي تترز والله على طول. هاته اوكي بخيط البقعه تترز فوق في هذا رزل ما نبغى الحين على السوالف لا حاليا لا حاليا نبغى ما اعرف شو رك احنا ينحق ريسيرش اصلا. لا ما نبغى بس نبغى هاي المال الكهف بس. اقول لك قام يطيح مني كمبوند ما عندي مكان يا ريال. لحظة هذا باور خلنا عقه. أنا أسوي تثرس. عندي مكان عباية الفاضي. لحظة أنا عندي كذا مكان يعني. أنا صفيت اللي عندي بس الورك لايت هذا ما منه فايدة. شو السالفة يبند أشوفه يا ريال. لا يرد يشتغل ما أعرف بند يرد يشتغل ما أدري والله. اسمي شيء كومبوند هني. ايه في ريسيرش. سلام سلام انا بعدني قاعد احفر على الكمبوت تخيل. ريال والله اظني الحين خلص تقريبا. ترسل لي شنطه كمبوند يا ريال وذهل. بعد اشوف
لحظة ما عندي مرة ما حبيت نشوف ما في كومبوند غير لا انت وين صرت سيدة ولا وين؟ لا انا لفيت يمين يعني بريك بريك طيب هني؟ يا يعني انك انا قريب ولا بعيد؟ ترى والله انا حق سجين اصلا هني ورا ورا حصل ثاني اوف حصلت دم اسمي كوبر ودنيا هاي تفتك 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 هي وين؟ بيك بيك وينك؟ رزن مو انا بها اللي فوق خليه ولي لا صرحت صوب ثاني ما حصل شيء شوف حصل شوف سلام بس مو عنه مكان عندي انا حاسب هاي لازم نذبحهم اقول لك بذبح كميه بي كيرفول اوكي يا هنا شوفهم شوف أي. اللي جاينا كيف خلصت الثرمول هيك بسرعه والله خلصت الثر برايه جتلتهم هاي خلنا نجتل هاي في ريسيرش طلع اوكي بي كيرفول ما بي هاي ما بيصير ما بيصير ايه في تو ريسيرش بس خلنا نشيلهم ووديهم لان انت تشل الكبر انا ما عندي مكان اشيل شيء ترى في السياره في مكان انا سوري اصور في السيارة في مكان ولا ما في؟ لا لا ترى انا احط اللي عندي حقيته لو قرأت شو شو يسيبوا عندي؟ في تحت مكان في قمر صناعي في ما اعرف اقول لك بنحفظ المكان برد له مكان اصلا قريب مش بعيد شو يبغى حق بيكن؟ ما اعرف لازم اسوي بيكن خلنا نشيل الريسيرش الثاني بس خلاص دام قمت تعقب رايه في شيء طايح عندي مكان واحد عندي بس هذا هاته عقب اعطني اشكرك بس يلا. كفو ما في مكان انه حق ريسيرش صراحه تطلع في السياره فيه شيء قدام ورا شيء حسب تعال اختصر شوف هني على اليسار شوف تخيل شوف اللي تحت شو طايح اوف في ريسيرش بعدنا في دنيا بس مو بنزل الحين هاي بالا نزله كامله مفضي السويل مفضي كل شيء مني يلا اوكي شيل الريسيرش انت لا تنسى ريسيرشات وراك في مكان عندنا حق اثنين ريسيرش في واحد بعد فيها اي واحد بعد دنيا شكلك انت بترد مصور انا رديت وايد ترى زين اسمح انسى زعل يا حبيبي صراحه يعني رديت 4-5 مرات تميت ارد ولا اقول اظني مو بس مكان حتى اظن عنده مكان اثنين صح؟ وين؟ نعرف لا شيء مكان يعني وين؟ اذا شيء مكان بنيب ريسيرش والله ما يرد في مكان فاضي وايد مكان قم بيصير في حق تعرف بعد كم؟ مشكلة ستورج عندنا خايس اثنين شوف اثنين ثلاثة أربعة عندنا مكان لحظة تثرس لحظة بنستهلك خلنا نشيل من قدام نحطه ورا زين يا سلام بسوي تثرس بس شي زين خليه يولي الكومبوند اوكي في عندي واحد انرجي خليه يولي ارمش الواحد زيادة بعد ثلاثة نشيل يلا اي ثلاثة في واحد قدام بحسبته شليته حطيته وياهم في باقي مكان ورا وواحد قدام اوكي ممتاز ول سويت سلايد لين اخر الدنيا بس ما بننزل تحت يبغى له يرسى بروحه اوكي انا بصير ادور شوي ريسير زيادة اوكي تعال هني مني حصل بالصوب الثاني كنا حصل بمد تثرس بعد الصوب الثاني عندي تثرس اوب الومنيوم
لا لازم لازم نرد هني وبنزيد الستورج ترى. اوكي يعني الريسيرش اظن ان احنا 5-6 ريسيرش ات تايمز انف، بس يبغى لنا ريسورس ترى. هذا شيء يعني بعد شو اسمه هذا الالمنيوم ترى شيء اقول لك وين انا جيت فول ريسورس. انا خدت يسار مديت تثر ايداد ترى. ايه ترى عندنا وايد ريسورس، بفضي مكان بعد خلاص بسوي. ما في ريسورس تحتها الخايس؟ لا. ها ترى حاسب وايد انرجي باور يدخل عندك على الفاضي ترى دوم. ايه بس لا تذبحه وانت عنده تسوي لنا شيء. لازم نرد كيرا وراك. واهني شوفي غريبة كم واحد حفرت ما حصلت ريسيرش تحته. لا لازم نسوي عربة كامل ستورج. اه جيت فوق انا بعد كذا. نشوف هذا هو ريسيرش. نايس هذا حلو ترى ابو الف. في غيره؟ نايس باقي واحد بعد نحفر نشوف. ما في هني ما في هني بذبح هايل. كيرفول هايل ابو غاز وايد عرفت؟ في عندهم ارجع هايل عندهم ريسيرش هناك طايح. يا هين اثنين وراك يا ريال عليك كفو الجوك. يلا انك ذيب يا اخي. هذا ريسيرش صح؟ اظني حصلت ريسيرش. لحظة هاي عندهم في فري ريسيرش بوينت. لحظة وين صار؟ ايه يا حبيبي طاح غلط يا ود حمويس تشله طاف. حصلت ريسيرش؟ لا تعال يا صب هني هني لازم هني. ها حصلت ريسيرش بعد باقي لنا واحد صح؟ لا لا بس خلاص خلاص يلا تعال توك حصلت واحد كفو. انا بشيل هذا المثلث يلا وصرنا والثاني في دربنا كان صح؟ لا هني بني واستورج فول اظني. بس يبغالنا بعد حد من الشباب يا اخي. لحظه لحظه صح فري ريسيرش بوينتس. مية وخمسين حلوين وايد حلو. يبغالنا حد يا اخي عشان انا قاعد في البيت اسوي وتيبون وبالعكس. يمين هذاك درب ثاني. اي صح يا بودي الكف لازم خيطه. لازم بيكن الحين بسوي ريسيرش حق بيكن. انا الحين تو ريسيرش سنتر بعد دبل بوينت. ايه احنا المكان لازم الحين ندور له طريقة نحفظه فيها. هاي قدام بركبه. اوكي شكله فنان حق قدام شيء اذا شيء قدامك تلعنه. ثالث وين؟ ايوه بس ورا خلاص. في ثالث بعد ولا؟ لا بس خلاص. بس صح؟ كفو والله. لحظة كم ريسيرش ولد؟ اوه خطار الريسيرش العجيب. زين شوف تعلم خليل شو اسمه. اوكي دقيقة انت ما تروح تعلمه؟ ما ادري والله عادي يا سيدي قال لك مش قضية انا. شريدر فيول تريد بلاتفورم بيكن هذا هو بيكن تعلمته 100 بوينت يا عيال 100 بوينت. شو يبغي؟ ما تعرف الا لما تروح هذا بيكن. ايه كم بوند يا حبيبي هذا هو. كم بوند. اوكي سويت حلو. ما ترمي تحطي على الارض هذا. اوكي هذا هو. اوكي هذا شوفه خلاص نشوف بيطلع لنا. لحظه اي تشينج كلر
اخضر، برتقالي، بنفسجي، احمر. هذا نحطي احمر ستيل ريسيرشنج صح؟ اخضر بنحطي بيكن عشان اخضر احمر يعني خلصنا. يلا اوكي اخضر حطيته. يلا سوق سوق اقول يلا يلا تعال. بس ما ادري بيكون سهل نحصل ولا صعب. وين الرده كانت؟ نفس كيف العلاوه هيك تميل. لازم تتم تدور عليها. بس زين سوينا بيكن وايد زين. شوف كم ريسيرش عندنا يا ريال. ماتيريال فول بعد عندنا ماتيريال. هي الحين بصير نحفر على منو؟ تيتانيوم. ايه مثلا تشوف هذا كهف عادي نغلط بينه وبين ذاك. تعرف المنطقة اللي جاينها كهوف وايد، وحتى لو كلهم نفس الكهف انت تبي. هي هذا هو. حتى لو انت عندك مثلا كلهم كهف واحد بس انت بتدخل تسوي سكام من نفس المكان ما تخربط في كومباوند. بس ما نبغى كومباوند يا حبيبي. رايح ما عندنا مكان. لحظه شوي بيك خليله. اح ايه على الحصان اشوف انا. ايه بس الحين في شيء ناشب ترون تشوفه؟ لحظة لا ما في شيء ناشب مرة. لا كان في حصى شليته صغير. حصى تعال اركب. بترين موترين فضيين ترى الفكرة. ايه سلاح اللي ما في هو بس عادي تحيد اكسجين تم شغال. ها اهم شيء كله هذا قام يفضي العود قام يفضي. بس عندنا بعد بتاري ترى بتاري فول ثاني. هذا ردي تشارج. لا اوكي تشارجنج سولوشن مالنا زين بس نبغى شو؟ نبغى ستورج بليس. يعني عربه واحده بنخربها اتليست نبغى لنا 20 ستورج بليس اتليست. قلنا يوم نرد بريسورس يكون فول. لحظه بيك. اوكي هلا وقف عدل. لا ما ترمي تريوس به خرب بيته. هو عاصفة هذا في 1100 نايس فضي. بس تعرف لا الأخضر نسوي سيدة صح؟ ها؟ الأخضر نسويه ولا؟ سوي اي ريستير شويك حطه الأخضر. لا في الأخضر هي سوي سيدة كبر سوي هي أوكي. ألمنيوم بعد طف. بس يبغى لنا نحط كله ستورج الحين عليهم على السملتر على حسب نحن يوم منين نحط على ستورج مال السملتر. تعرف ايه زين. هذا ميديوم ستورج. يبغى لنا هذا ريسيرش
يبقى انا بالطريقة هاي نركبه. الطريقة هاي احسها احلى، شو رايك هاي؟ لا 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 الاول احسن لفوق، سولار يلقط احسن، ترى يفرق اتجاه السولار تذكر؟ ايه كان ما يلقط، بسوي ستوريج ثاني. ابا كومباوند كومباوند، عارف شو سويت؟ حطيت التيتانيوم. هي اشكرك. لحظة سؤال، السويل حطه تحت تحت، شوف يفضيه من تحت السويل؟ هي ايه عسى شي بسوي لهنا ستوريج كل هنا الحين. بنعق سوي الموسيل تحت وبنبدأ سوالف عرا. أحسن صح؟ بسوي 4 5 ستورج الحين حق وايد أماكن. طلع لنا تيتانيوم، بسوي سلندرات أكسجين حقنا نحن الحين. إي بس ليش ما اشتغل؟ ممكن يبغى له شيء ثاني؟ لا أظن ما يشغل، ما يطلع تيتانيوم. يا ريال اتوقع نبتل احنا نسوي هذا بيفول، يعني شو ما كان اللي بنحطه بيفول، عرفت؟ خلنا ازيد سويل، يمكن يبغى له وايد سويل يا اخي. عندي بعد حبه سويل. هي شوف ما يطلع، ما يطلع. زين حط شيء ثاني مكان التيتانيوم. بتاخذ تيتانيوم سامبل نيدد نفس الشكل اللي طالب انه هو. اوكي ليه زعلان وايا؟ ما ادري، وي هاف تو نو. اوكي هل ستورج تتوقع يكفي ولا نركب ستورج زياده وخلاص؟ ظني ترى احنا كم ريسيرش نبى؟ 4 5 كل مرة، اذا يبنا يكفي ولا نبى زيادة؟ اذا حطيت 2 ستورج زيادة بنروم النيب 1 2 3 4 5 6 ريسيرش كل مرة، بس بنروم النيب وايد. شو ريسورس انت شو تفضل تشوف؟ والله مرة بس حق الحين بس.